السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائنا طلبة الصف الأول الإعدادي. How are you today? I hope everyone is okay. إن شاء الله نبتدي درسنا. But before we start our lesson, يعني قبل ما نبتدي الدرس في حاجة صغيرة كده عايزين إيه نتناقش فيها مع بعض. The first question that I want to ask you about: Have you ever traveled to a place? يعني هل من قبل كده في حياتك هل سبق لك انك انت سافرت المكان؟ طب why did you go to such a place? Reasons for going. ليه رحت المكان ده؟ What did you do? ايه الحاجات اللي عملتها هناك؟ الاكتيفيتيز اللي انت عملتها هناك في المكان ده؟ Who did you meet? قابلت مين؟ What did you enjoy most? الحاجة اللي استمتعت بيها كتير قوي هناك كانت ايه؟ How did you feel؟ شعورك كان ايه؟ واخدين بالكم يا شباب معانا في شوية الأسئلة ديت؟ واخدين بالكم معايا؟ The first question about if you visited a place, if you went to a place and why did you go؟ ليه رحت للمكان ده؟ What did you do؟ عملت ايه؟ Who did you meet؟ What did you enjoy most؟ How did you feel؟ شعورك كان ايه؟ الكويستشنز ديت النهارده عايزين نخرج من السيشن بتاعتنا واحنا عارفين نجاوب على such questions. هي دي الحاجات اللي احنا عايزين نركز فيها مع بعض النهارده. So let's start our lesson. احنا زي ما احنا عارفين النهارده by the end of the session بنهاية الحصه بتاعتنا النهارده هنركز على في part 1 reading an advertisement. عندنا اعلان وساعات خد بالك يعني اقرا advertisement وفي ناس بتقرا advertisement. Both are correct. الاثنين صح. عندنا هنا past simple activities. الوحده كلها قايمه على past simple فلازم يبقى في شويه revision كده ركاب عليه. Write about last summer. لما تيجي تكتب عن الاجازه اللي فاتت عملت ايه؟ دي الافكار اللي احنا لسه متناقشين فيها دلوقتي. الدايالوج عندنا دايالوج محادثه جميله. And finally, emojis expressions. التعبيرات بتاعت الايموجي اللي احنا عارفينها دي اللي احنا بنحطها على الفيس والواتساب والحاجات دي. So let's get started. Number one. الدرس بتاعنا النهارده اللي هو lesson 4 and 5 unit 5 طبعا. الرابع والخامس. As you see here, we have here three persons. ثلاث شخصيات عندنا. Number one is Mona. She's from Egypt. Laura. She's from France. Jürgen. Germany. ده من ألمانيا ده. Three persons. Three different persons. عندنا ثلاث حكايات ثلاث شخصيات مختلفين هنا. كل واحد هيتكلم عن إيه بقى مش عارفين نشوف كده قال لك. Three different persons are going to present their experiences in learning English in London. ثلاث شخصيات هيتكلموا هنا على خبراتهم وتجاربهم الخاصة بيهم هنا، كل واحد بيتكلم عن تجربته الخاصة. عندنا مثلا انهوت طبعا تجربة انهوت في التعلم اللغة الإنجليزية في لندن، عندنا هنا منى دي تجربتها. And then we have Laura. And then we have Jürgen انهوت، يعني ناخد بالنا من three different persons and three different experiences. تجارب مروا بها. So let's see number one. هنشوف بقى خطوة خطوة بالتدريج واحد واحد منهم بالتدريج. عندنا هنا هوت. طبعا دي منى ايجيبت بتتكلم هنا بتقول فيها ايه؟ I had a wonderful time at the language school. دي كانت بتقضي وقت جميل جدا في مدرسة اللغات هناك. I was there for two weeks. اديتنا المدة. كانت هناك لمدة أسبوعين. It was nice to meet students from different countries. حاجة جميلة جدا إنها تقابل طلبة من بلدان مختلفة. My favorite place بدأت تتكلم على المكان المفضل عندها was Windsor Castle.
طب وايه وان سيركاسل ده؟ اها اها this the castle that you're speaking about. We went there by train. رحنا هناك بالايه؟ بالقلعة. We walked all around the castle. هما بيقول لك لف حوالين الايه؟ الكاسل هي القلعة كلها. يعني قعدوا يتمشوا يتجولوا فيها كده هو. But we didn't see the queen. Queen. What does it mean queen? Yes, correct. Queen, yes. اللي هي الملكة اللي بتحكم هناك. يبقى احنا هنا عندنا the first experience. أول واحدة بتتكلم عن نفسها منى. She had a wonderful time. She met different students and she liked most one's castle. But she didn't see the queen. طب نشوف كده شوية أسئلة مع بعض. How long did Mona stay at the language school? يلا شباب نحاول كده نشوف مع بعض المدة اللي قعدت قد إيه؟ هل قعدت مثلا شهر؟ اتنين؟ ها؟ يلا. Yes. Correct. She stayed there for 2 weeks. قعدت هناك لمدة أسبوعين. The second question. What place did she enjoy visiting? مكان اللي استمتعت بيه قوي بزيارته كان ايه طبعا؟ واضحة جدا حتى في الايه في البيكتشر بتاعتنا واضحة. ياها جريت الكاسل القلعة اللي هي زارتها انا اهوت. How did she get there؟ طب راحت ازاي هناك؟ وصلت ازاي هناك؟ هناك مش لندن للكاسل ديت ها؟ Did she go by يعني did she go by by bus on a bike. She went there by great by train by train. Then we have did she see the queen. هل قابلت الملكة هنا هوت؟ طبعا الإجابة كانت no she didn't no she didn't. So here we have the first experience or the first let's say that the first person speaking about her experience in London in language school مدرسة اللغات. هنشوف الشخصية الثانية. أيوة. Great. جورجن هنا بيتكلم فيه بيقول لك When I first came to the language school, I wasn't very good at English, but the teachers helped me a lot. These lessons were fun, and for homework, we did interesting projects. I enjoyed speaking English. الراجل ده كان بيستمتع قوي هناك بتحدث اللغة الإنجليزية طبعا. فرصة لحد ما يبقى في بلد أجنبية تحدث اللغة الإنجليزية الرسمية بيبقى فرصة إنه يمارس اللغة بشكل سلس ويتعلم اكتر واكتر. فده بيتكلم عن نفسه عن تجربته هنا اهوت. ها يعني المطلوب منك دلوقتي ده just read it quickly again to answer the first question which is was Jurgens good when he first came to London. الراجل دوت هل هو كان good كان كويس كان بشكل جيد لما وصل لندن؟ هل يعني ما كانش عنده مشاكل ولا اي حاجه مثلا كده؟ Was he good when he first احنا عندنا هنا قال لك I wasn't very good. I wasn't very good. يبقى هنا no it wasn't على طول. حالته ما كانتش كويسه خالص لما وصل. طب ايه اللي حصل؟ اللي حصل هنا هو بيقول لك what homework did he did the students do؟ الهوم وورك اللي هنا كانوا بيحصلوا عليه. الهوم وورك اللي كان مطلوبين انهم ينفذوه. They did interesting projects. Interesting projects. Interesting projects. كانوا بيقوموا بأداء مشاريع شيقة جدا جدا. عايز بس ارجع للحتة الصغيرة ديت. أنا هوت قال لك I wasn't very good at English. هو لغته ما كانتش كويسة. طب إيه اللي حصل هنا هوت لما لغته ما كانتش كويسة؟ How could he improve his language?
or who supported or helped them. مين اللي ساعده هنا في الجزئيه دي؟ مين اللي سنده في المرحله الاولى دي؟ Yeah, great, yes, the teachers. The teachers helped them a lot. المدرسين ساعدوه. يبقى احنا هنا بنتكلم على جيرجن حالته لما وصل ما كانش الانجليزي بتاعه كويس جدا. لقى مساعده، بدا يتعلم، بدا يخش في المود بتاع الايه؟ الستودنتس كلهم بداوا يعملوا مع بعض انترستنج بروجيكتس وبدا يستمتع باللغه الايه؟ الانجليزيه. Let's move to the third and last experience now. عندنا هنا اهوت اهيت Laura from France ها زي ما انت شايفها بتقول في ايه هنا بقى؟ I learned English and I had a really great holiday at the same time. دي يعني اجازه وفي نفس الوقت تعلم، اتعلمت كويس وفي نفس الوقت اجازه. London shops are fantastic. What's mean fantastic? Fantastic, fantastic, fantastic. It means something which is very good. حاجة wonderful رائعة. رائع. المحلات هناك رائعة. I bought a lot of souvenirs. Souvenirs. اشتريت ايه souvenirs? What does it mean souvenirs? Souvenirs. ايه هي souvenirs هنا هوت؟ اها زي ما انت شايف دي تعتبر ايه هنا هوت؟ هدايا تذكارية. الانسان لما بيروح مكان بيبقى عايز يجيب هدايا في المكان ده تفكره. Just يعني to remind him of the of his visit. تفكروا بزيارته أو to remind him of the place. تفكروا بالمكان اللي هو إيه that he visited. اللي هو بالمكان اللي زاره. أنت لو رحت الأهرامات بتلاقي نفسك بتشتري حاجة مقاربة للإيه للأهرامات تفكرك بيها. لو رحت أي متحف بتشتري حاجة برضو اللي تشير لإنك أنت زرت المكان ده. Just تبقى عبارة عن to remind you يعني الفكرة إنها تفكرك تذكرك هنا هو بالإيه. ايوه the place that you visited. طبعا عندنا هنا في لندن اي هو بيتكلم هنا وبيقول لك ماي فيفورت اكتيفيتي. الحاجه الجميله اللي كان بيستمتع بيها قوي 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 ها الفعل اللي كان بيستمتع بيه ودي حاجه مشهوره جدا في لندن معروفه جدا اللي بينزل اول حاجه بيسال عليها فين لندن اي دي؟ was a ride on the لندن اي. طب ايه لندن اي دي؟ ايه عين لندن دي؟ يعني هي عين مثلا كده وناس تركب عليها مثلا، حد يركب على العين مثلا، طب نشوفها كده. Yeah, that's right. This is London Eye. هي دي. حاجة كده أكنها زي الملاهي يعني. اسمها London Eye. ودي جميلة جدا جدا وضخمة جدا جدا جدا. وبيتكلم فيها بيقول لك because هو استمتع بيها there was a beautiful view of the city from the top. منظر خلاب، منظر جميل من اعالي انك تشوف اعالي الايه المدينه كده من الاعلى او تشوف المدينه من الاعلى هنا اهوت. ادانا ريزون حتى يعني البنت هنا ها she mentioned a reason for ها ها for a her favorite place يعني ادتنا سبب للمكان اللي كان مفضل عندها يعني هي كانت بتحب ده ليه؟ عشان ايه؟ the view of the city from the top هنا وكان ماله الفيو دوت beautiful very beautiful. ممكن تقول fantastic، ممكن تقول wonderful، خلاب، رائع. دي كلها كلمات اللي علينا في الجزئيه دي، وناخد بالنا من الحاجات المشتركه في الايه؟ كل واحد راح اللي كان بيتعلم وفي نفس الوقت كان بيجدها فرصه انه يختلط بالناس واللي بيروح محلات واللي بيروح اماكن. يعني العمليه ما كانتش بس اللي هو learning English فقط لا غير، لا 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 ده كان فيها برضه شكل من اشكال الايه؟ الترفيه. دي حاجه جميله جدا. طب first question we have what did Laura buy؟ Laura اشترت ايه يا شباب؟ Yes a lot of souvenirs. تمام. A lot of souvenirs. Another question why did she ride on the London Eye؟ ليه هي كانت بتحب الركوب بتاعت الملاهي الجميلة دي لندن اي ها ليه؟ I need a reason. وزي ما احنا كنا اتفقنا قبل كده when you present an idea or something يعني بتقدم لنا حاجة كده this is your opinion رأيك فيها it's better to mention a reason for that يعني من الأفضل انك تذكر لي سبب للكلام ده ليه انت بتفضل دي أو ما بتفضلش دي.
هنا بالنسبة لها هنا التفضيل بتاعها because yes there was a beautiful view of the city from the top. منظر خلاب عالي من هنا، تشوف المدينة كلها، تشوف لندن. So we discussed three different experiences. خلصنا ثلاث تجارب شخصية هنا هوت لثلاث شخصيات، منهم واحدة from Egypt, France and Germany. وكل واحد عرض وجهة نظره فيها في تعلم اللغة الإنجليزية، المشاكل كيف حلها، قبل مين، شعوره كان ايه، شاف ايه. خد بالك من الايه، التوليفه دي اللي انت لازم في الاخر تطلع بيها ما تيجي تتكلم انت على مكان، ايه اللي رحت شفت فيه، ايه عملت، ايه قابلت مين، استمتعت ايه بكتير. هنا كل واحد ذكر حاجه معينه. Let's carry on، نواصل الدرس بتاعنا كده. دلوقتي احنا قلنا قبل كده ان اليونت 5 اللانجوج فيها او الجرامر اللي فيها نقطة الخاص بالباست سمبل. باست سمبل احنا كلنا عارفين فيرب تو بي، واز اوير، هنا اهوت، they were friends، wasn't، weren't في النفي، they weren't friends، السؤال was او where، وبعد كده تسال عادي. الفيربس she worked، she worked ed، she didn't work، this is negative question، did she work. يعني الشكل بتاع الباست سمبل كده اهوت بيتكون، وشكله بيتكون من ايه هنا اهوت زي ما انت شايف، اللي هو يا كوريكت، لو التصريف الثاني اللي احنا بنسميه كده التصريف الثاني، الشكل الثاني للفعل اللي بيبقى فيه لان اي دي، دي اي اي دي، او بيكون من الافعال اللي هي ايه الريجولر بيتغير. طب هو الزمن Maryam was frightened of the cave. خد بالك was. In October we visited. Visited. الاستخدام هنا بقى بيستخدم في ايه الزمن الجميل ده؟ قال لك، ودي اهم حاجه يا شباب لما تيجي يعني الجرامر بالذات، مش عايزك تقول هي الكلمات اللي بتدل عليه، لا انا عايزك تفهم المعنى عشان تقدر تستخدم التنس صح. To express habits in the past، ده رقم واحد، عادات في الماضي خلصت. When I was young I watched a lot of lots of television every day after school، حتى every day كل يوم، حد يقول لك every day ده يعني الايام دي، لا ما هي دي عادات في الماضي كلها عادي. Second part، الجزء الثاني ليها، to describe series of completed actions in the past، يعني سلسلة، تسلسل من الأفعال المكتملة في الماضي. تلاقي نفسك بتعمل كذا حاجة ورا بعض. I finished work، خلصت عملي. Walked to the beach and found a nice place to swim. سلسلة، في تسلسل هنا، في سلسلة من أحداث. وناخد بالنا هنا finished، walked and found. ناخد بالنا يا شباب. نشوف بقى هنا هو complete the email with the past simple form of the verbs in brackets. طبعا احنا بس قلناه كده كان مجرد موجز ليه على اساس التمرين دوت الاكتيفيتي اللي عندنا، هو كده كده كان اتشرح في الايه في الحصه ايه اللي فاتت. فنشوف كده مع بعض الايميل الجميل دوت ونحاول نعمل ايه correct the verbs in brackets، نصحح الافعال دي. Last summer I traveled to Egypt because I wanted to learn Arabic. I go to a language school in Cairo. I have a wonderful time. يلا يا رجالة، يلا يا حبايبي، نشوف بقى كده مع بعض. The first sentence، الجزء أو الجملة الأولى، travel المفروض تبقى إيه؟ Great. Traveled. وهنا wanted past على طول. طب go yeah clear، went، have، great، had. These are the past forms of these verbs، يعني دي الأشكال اللي في الماضي هنا. طب نشوف الجزء الثاني. I be there for 2 weeks،
The people in Cairo be very friendly. Now I have many friends, many new friends. يلا شباب. Yes, B-I. Great was. The people in Cairo. يبقى هنا. Yeah, clear. Where? هنا was, I was, وهنا people plural جمع يبقى where. جميل جميل جميل. طب نشوف الجزء الثاني. When I first went to the language school, I not be very good at Arabic. الراجل ما كانش كويس في العربي هنا. But the teachers helped me and the lessons be fun. Now I can talk to my new friends in Arabic. راجل يتعلم عندنا علمنا العربي بقى خلاص نسينا الانجليزي. نقول في انا when I first went to the language I not be ها يبقى I clear جميل perfect I was not but the teachers helped تبقى ها help جميل حصل مساعده هنا اهوت وهنا في الباست teachers and the lessons be يبقى على طول verb to be يبقى ايه were fun now I can talk to my new friends in Arabic خلاص الجزء الاخير اللي فيه ها ها عندنا الجزء الاخير طبعا هنا هو في هنا اندي انجلاند اهو ده راجل ده ايميل طبعا كايروز شوبس اه فانتاستيك بدا يتكلم هنا على الايه جميل على المحلات هل فيها I buy lots of souvenirs وماي فيفرت بليس was ذا كايرو تاور احنا عندنا برج القاهره استمتع بي I enjoy the view of the city from the top استمتع بالمنظر المدينه من الاعلى برضه في برج القاهره تقدر تشوف جزء كبير جدا و what did you do last summer بيسالنا احنا بقى كده بيوجهنا انت بالنسبه لك عملت ايه رايت ها soon and tell me يلا شباب ها باي clear boat جميل جدا enjoy enjoyed perfect شباب انا بس مش عايز افوت الحته دي احنا في لسه شغل عندنا في الجزئيه دي بس انا عايزك تاخد بالك شوف قال اي حاجه اول حاجه قال ايه بدا ايه انا رحت فين وليه خد بالك قعدت قد ايه ومين اللي قابلتهم وعملت ايه معاهم مثلا ده الجزء الاولاني الجزء الثاني اتكلم فيه عن اللانجوج سكولز عمل ايه في المكان اللي كان فيه عمل ايه وبدا يوصف لنا اي مشاكل اللي واجهته ازاي حلها رايه فيها ايه كده بعد ما ساب المكان اللي كان بيتعلم فيه نقل على الايه على المحلات وبدا يوصف المحلات يوصف المدينه يوصف حاجه هو عجبته جدا جدا فيها خد بالك من الاربع افكار دي اوكي ليتس كاري اون نشوف بقى مع بعض نفس الفكره هنا اهوت اهوت اندي بيتكلم هنا اهوت بيقول لك last summer I traveled to Egypt because I wanted to learn Arabic I went to a language school in Cairo and I had a wonderful time I was there for 2 weeks the people in Cairo were very friendly now I have many new friends When I first went to the language school, I wasn't very good at Arabic, but the teachers helped me, and the lessons were fun. Now I can talk to my new friends in Arabic. محلات هنا بقى والقاهرة ذات نفسها. Cairo's shops are fantastic. حاجة رائعة خالص. I bought lots of souvenirs. My favorite place was the Cairo Tower. I enjoyed the view of the city from the top. What did you do last summer? Write soon and tell me. Andy England. طب المفروض هنا نعمل ايه؟ عايزين نشوف شوية أسئلة كده جميلة. الأسئلة لما بنقدر نجاوب عليها صح بترتب لنا أفكارنا لما نيجي نتكلم ونكتب إحنا بقى. خد بالك من الحتة دي. يلا.
وير ديد، عشان برضو افهمك الحته دي، الرايت تملي هو ناتج للايه، للريدنج. طالما قريت وفهمت وكتبت وكتبت الاسئله او جاوبت على الاسئله اللي عندك، هتقدر بعد كده بالسلاسه انك انت تعمل يور اون رايتنج، تعمل الرايتنج بتاعتك بقى، الباراجراف بتاعك او وات ايفر او مهما او اي شك. نرجع تاني، وير ديد اندي جو لاست سمر؟ ذكر المكان في الاول، يس ها هي وينت تو ايجيبت. الراجل جه نور عندنا هنا. ها تانية، واي ديد هي جو ذير؟ اداني ريزن ازاي؟ اداني المكان والريزن على طول. ها ليه؟ واي ديد هي جو ذير؟ عايزين بقى الريزن هنا، هو السبب. هي wanted تو ليرن Arabic، هو جاي عشان يتعلم العربي، ده الهدف بتاعه. That's his goal. الهدف هنا مش الهدف بتاع جول، برضه هو الهدف هنا، ده الايم. الهدف تو ليرن Arabic. طب another one، did he like the people in Cairo؟ بدأ يدينا هنا ايه؟ رأيه في الناس هنا، هو هل حب الناس في القاهرة؟ Yeah. They were friendly. طبعا. اهو. قال لك the people in Cairo were very friendly. طب هو هنا ما ذكرش حب ولا ما حبش، يعني ما قالناش انا I like people. هو بس هو اتكلم قال لك ايه، people are were very friendly. And now I have many new friends. طبيعي جدا طالما الناس ودودين وكون صداقاتي، وهو كان ايه؟ yes. طبيعي جدا he liked them. Then what did the teachers do؟ المدرسين بقى هنا عملوا ايه معاه؟ دورهم بقى هنا، ورينا انت بقى كده الناس الحلوين اللي معانا كده، يورونا هنا ايه دور المدرسين، عملوا ايه معاه؟ يعني طفشوهم المدرسه مثلا ولا عملوا ايه معاه؟ فكر لي كده وشوف. ها دي هاد ذم، الناس ساعدوه، قدموا لهم مساعده. What did he buy؟ طب اشترى ايه؟ اشترى ايه؟ فكر لي كده. الكلمة الرئيسية بتاعتنا النهاردة اللي هي souvenirs. He bought a lot of souvenirs. اشترى هدايا ذكرية كتير جدا. طب في حاجة تانية؟ What did he enjoy؟ استمتع بإيه؟ خد بالك من كده، لازم نذكر الحتة دي. What did he enjoy؟ استمتع بإيه؟ استمتع بإيه؟ ها؟ يا كلير. He enjoyed the view of the city from the top of the Cairo Tower. الراجل استمتع بمنظر المدينة من أعلى إيه؟ برج القاهرة. تاني بكرر تاني الأفكار questions بتاعتنا هي ديت اللي إحنا من خلالها نقدر to write our own paragraph. نحن نقدر نكتب الباراجراف الخاص بينا إحنا هنا. الquestions هنا اللي هي where, place، راح فين، why، ليه راح المكان ده؟ his opinion about people، رأيه في الناس اللي كانت هناك ايه؟ التيتشرز اللي ساعدوه او التيتشرز عملوا معاه ايه هناك؟ دور التيتشرز، دور الناس اللي كان هناك قابلهم ايه؟ مش شرط تيتشرز، ممكن يبقى دكتورز مثلا في المستشفى، دورهم هناك عملوا ايه؟ هل قدموا له المساعده؟ هل دي انت حاجات بتسألها لنفسك عشان تقدر تجاوب ايه على الدور بتاعهم كاملا. طب هل كان بيستمتع بمكان معين؟ بيستمتع بيه. طب ايه هو المكان؟ طب اشترى حاجه هناك؟ اشترى ايه وليه؟ الحاجات دي كلها اللي هنشوفها مع بعض حالا في الرايتنج. شفتم بقى؟ ده تجهيز للايه؟ للرايتنج. زي ما قلنا لك قبل كده ان رايتنج از ان اوت كم اوف ا ريدنج اي ليسن، يعني الرايتنج طالما عندنا في درس ريدنج لازم يجي وراه حته رايتنج هنا اهوت. وده الصح، ان احنا نعرف ايه، ندمج بين الاثنين ونكتب بقى ونشوف. What did you do last summer؟ عملت ايه؟ Why did you go there؟ رحت فين؟ عملت ايه؟ ليه؟ Who did you go with؟ مع مين؟ And what did you enjoy most؟ واستمتعت بيه. So let's see our writing. يلا ونقرا مع بعض. الشباب بيقرا معايا؟ يا ده كتير قوي يا تيتشر كده اهوت، المفروض تكتب لي مش اقل من 80 كلمه.
نشوف بقى ايه مع بعض، ايه الافكار اللي هنا قال فيها ايه، او انا قلت لك فيها ايه. Last summer I decided to travel to Sharm el Sheikh. ذكرت المكان صح كده؟ I traveled with my friends. مع مين رحت؟ طب انا هروح بقى كده واقول انا استمتعت بايه؟ لا طبعا، انت رحت هنا شرم الشيخ ومع مين؟ عايز تحط الوسيله اللي رحت بيها مفيش مشكله، انت حر. احنا قلنا لك قبل كده كان الهدف انك انت لما تيجي تكتب انت اللي بتطلع الافكار، عشان دي this is your vision، رؤيتك انت، انا عايز اوصل ايه بالظبط. انا هنا اهتميت بايه؟ We stayed in a five star hotel. الراجل قاعد في فندق خمس نجوم هناك. I was there for two weeks. وده المدة، قعدت أسبوعين. ويتكلم لك when I first arrived، لما وصل بقى هنا إيه أول مرة هنا خالص، لما وصل الأول خالص I started to learn diving. أول حاجة بدأ يتعلمها أو أول حاجة اللي هو إيه؟ الغوص. Because I didn't know how to dive. مش عارف إزاي يغوص. My diving instructor was very clever and kind. ده انا وصف للايه للتيتشر بتاعه، المعلم بتاعه للايه بتاع الايه الغوص، قال لك ان هو كان clever and kind. He taught and helped me greatly. يعني ساعده هنا ها وعلمه بشكل كبير جدا. لما ناخد بالنا من هنا يا شباب، انا قصدت يعني ايه، في طالب يقول لك انا عايز اكتب ان انا رحت انا كمان مدرسه في لندن وتعلمت، او في باريس، او في او في او تد رؤيتك. انا قصدت ان انا اخليها بدل ما تكون على مدرسه تكون على مكان سياحي برضو، واروح وهعمل نفس الفكره. خد بالك ذكرت هنا ايه البليس شرم الشيخ، ذكرت مع مين، ها الستيد قعدت فين والمده قد ايه، الثانيه كانت في السكول لانجوج سكول في لندن، راح ازاي هناك وعمل وقعد فين وكان مع مين هناك، وبعد كده when I first arrived لما الثاني وصل لاول مره عمل ايه، ايه المشاكل اللي واجهته، ايه اللي حصل. قلنا هنا I started to learn diving، الثاني كان بدا يتعلم اللغه الانجليزيه، هنا تعلم الايه الدايفنج. Because I didn't know how to dive، وادانا الريزن هنا اهوت ليه اتعلم دي اول حاجه، وادانا وصف هنا اهوت للايه ها للدايفنج انستراكتور، ده انا وصف ليه هنا اهوت، ايوه الفيتشرز بتاعت الايه البرسوناليتي هنا اهوت، سمات الشخصيه بتاعت الراجل ده قال لك فيها ان هو كان ايه كليفر اند كايند. طب ادانا ليه كليفر اند كايند، ليه زي ما قلنا قبل كده زمان في الموضوع ده، ليه وصفه ان هو كايند وكليفر هنا اهوت، عشان هي توت اند هيلب ذيم جريتلي. يبقى احنا هنا مش شرط بقى نتكلم على اي مدرسه او مكان ونتبع نفس الخطوات، مع مين، رحت فين، قعدت قد ايه، عملت اول حاجه ايه، وصف الايه اول حاجه الناس ايه او اول شخصيه قابلتها هناك وساعدتك وقدمت لك ايه يد المساعده. بعد كده نقلت على خطوه ثانيه، people in Sharm el Sheikh were very friendly. نقلت على وصف الناس هناك، الناس هناك لا ناس ودودين جدا، they always have big smile on their faces، عندهم ابتسامه جميله كده على الوجوه. I made new friends، I made new friends، عملت صداقات جديده. Now I have many friends in Alexandria and Sharm el Sheikh، عندي اصدقاء هنا في اسكندريه، بما ان انا هنا في اسكندريه وفين وفي شرم الشيخ. ودي عن تجربه شخصيه على فكره، ها تجربتي هنا. فلما نيجي نبص كده اهوت الجزء الثاني اتكلم فيه على الايه البيبل، قسمناها كده، ما انت لازم تنظم الافكار بتاعتك، اهم حاجه تنظيم الافكار دي، مش اقعد ابص بس الجرامر وهو مش عارف ايه لا لازم تعمل تنظيم للافكار وتخليها كونكتد وتخليها متصله مترابطه مع بعض. دخلت على باراجراف جديد او فكره جديده في حته جديده خالص، قلت فيها ايه شرم الشيخ شوبس ار فانتاستيك، بدات اتكلم عن المحلات اللي هناك فانتاستيك. واحد يقول لك ما ينفعش تقول وندرفول، فتقول اللي انت عايزه، ذاتس ده اتس يور فيجن، ده رؤيتك، عايز تقول فانتاستيك تقول وندر. وعلى فكره لو عايز تقول حتى ان هي سيئه جدا انت حر، بس تديني ايه يس رايت ريزنز، عايزين اسباب لكده، عايز تقول مكان ما كانش كويس انت حر، اديني الايه الريزنز والاكزامبلز للكلام ده والامثله للكلام ده. ما ينفعش تقول لي مثلا لا مكان وحش واسكت، ليه؟ اقنعتني انت كده مثلا؟ يعني خليتني على يور سايد مثلا، على
على في جنبك مثلا؟ لا. ها تمام، قال لنا فيها ايه؟ فانتاستيك. وقال اي بوت ا لوت اوف سوفينيرز فور ماي فاميلي اند كلاس ميتس، واشتريت هدايا تذكاريه كبيره جدا للعيله والايه والكلاس ميتس. اي توك ميني فوتوز اوف ذا شوبس، التقط للمحلات هناك بقى صور. اند ستايد ان نايس كافيتيريا وير اي انجويد ذا فيو ذا سي، الحاجه اللي استمتع بيها هنا هو كان الجلوس في الكافيتيريا والاستمتاع بمنظر الايه البحر، اللي هي وات ديد يو انجوي. اتفقنا يا شباب؟ يبقى ناخد بالنا من الافكار دي، مهمه جدا ازاي انسق الافكار واخليها مترابطه وفي كل جزئيه بكتب فيها ايه. الجزئيه الاولى ذكرت فيها بكرر الكلام، فين، مع مين، قعدنا فين، المده، الحاجات دي كلها. مين اللي ساعدك هناك؟ بعد كده قالت على الناس ان انا قابلتهم هناك ووصفت الناس اللي هناك. وصفك للناس ممكن يختلف مني خالص، تمام. اهم حاجه ان احنا ركزنا على وصف الناس. فاينلي اخر حاجه، المكان اللي كان فيه، عملت فيه ايه ورحت فين واستمتعت ايه بيه في ايه. This ده is our outcome of the reading passage اللي كانت علينا دلوقتي. ده الايه نتيجه الايه اللي عندنا. نشوف هنا هو بقى قصة جميلة كده أو دايلو جميل. What ate Mazin's ice cream؟ هو مين اللي أكل الآيس كريم بتاع مازن هنا؟ ها؟ عايزين نعرف مين اللي أكل. نشوف مع بعض المحادثة أو الدايلو الجميل دوت. فريند بيتكلم له What did you do yesterday Mazin؟ مازن قال له I went to the zoo. I went to the zoo. Oh that's interesting. Did you enjoy the day؟ رائع، استمتعت باليوم ده؟ قال له نو اي didnt. شفت ازاي؟ ما استمتعتش. انت حر، ده رايك، بس اديني بقى الايه؟ ايوه اللي احنا كنا بنجهز نفسنا بيها، اديني الريزنز، اديني الاحداث اللي تخليني اقول اقتنع انك انت ما استمتعتش بيها. قال له او دي واي نوت؟ ليه كده؟ ويل فيرست وي ونت تو سي ذا مونكيز، رحنا نشوف المونكيز هنا اهوت. But they were all very tired. يوسف لقينا كل القرود تعبانين. ايه يعني ايه تعبانين يعني؟ تعبانين ما بيتنططوش قاعدين. I think they were in bed. اهو شافهم اكنهم نايمين على الفراش. حظه بقى كده مش بيتنططوا. نشوف هنا اهوت قال لهم what a pity. يا للمأساة. يا خسارة. So you didn't see them. ما شفتهمش هنا هوت ولا أي حاجة. قال له No we didn't. Then we went into a cave to see the bats. راحوا جوه كهف يشوفوا الإيه؟ الباتس اللي هي الإيه؟ الخفافيش. But it was dark. مظلمة. And I didn't see anything. وما شفتش أي حاجة خالص. Cave. نكمل. What did you do next? عملت إيه تاني؟ then خد بالك من التسلسل احداث next then اللي احنا قلناه قبل كده. طالما بندي زي تسلسل كده، الاصل فيها ان احنا نستخدم حاجه اسمها sequencers، اولا ثانيا ثم فيما بعد. ده السيكونسرز دي مهمه جدا. then we bought an ice cream and went to see the elephants، راح للافيال برجليه. it was bath time for them، ده كان وقت الاستحمام بتاعهم. طب ايه اللي فيها المشكله دي؟ قال له ايه بقى؟ واو هاو اكسايتنج، يا له من شيء رائع هنا، ده حاجه جميله خالص. قال له هنا يس اي انجويد ذات بت ذن سمثينج باد هابند، استمتعت بالكلام ده بس للاسف حاجه سيئه عقلت علينا حدثت هنا. نو وات هابند، حصل ايه؟ ان اليفنت ايت ماي ايس كريم، الاليفنت هو اللي اكل الايه؟ الايس كريم بتاعه، خدها بالزلومه على طول وحطها في بقه، يلا بالهنا والشفا. نشوف بقى كده هو الغرض من الدايلوج اللي عندنا الجميل ده ايه. خدنا بالنا من التعبيرات الجميله ديت. How exciting. Really. Oh dear. Wow that's interesting. And oh no what a pity. دي كلها تعبيرات يا جماعة، صح كده يا شباب؟
تعبير. يعني ايه تعبير ده؟ اكسبريشن، التعبيرات بتستخدم للتعبير عن الفرحه او الدهشه او الحزن حتى، صح كده؟ يعني لما اقول لك ايه هاو اكسايتنج، في هنا ايه يعني يا له من شيء، ايه مثير جميل، ذاتس انترستنج. بس لما اقول وات بيتي، يا للحسره، يا خساره كده، في حزن. فدي ذيس ار اكسبريشنز مهمه قوي ان احنا نستخدمها في الايه؟ في الكونفرزيشن، في الديالوج مع بعض كده، لما نكون بنتكلم مع حد تستخدمها التعبيرات دي. يعني واحد بيقول لك انا زرت الايه الاهرامات، ها ما نقعدش بقى ورحت امتى ورحت مع مين، الاول نقول له ايه؟ ها واو ذاتس انترستنج. الاساليب ديت مهمه قوي في اللانجوج، في اللغه. احنا بنصح اولادنا تملي ان احنا يعني مش نهتم بالايه، طب رحت وعملت، لا اديني اكسبريشنز زي ديت تعبر عن اذا كنت سعيد او حزين او 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 او, أو حتى مندهش. ودي احنا بنستخدمها على لساننا كتير، بس نيجي في الانجليزي للاسف الاكسبريشنز دي بنهملها، بيبقى فيها ايه وي اجنور ذم، يعني بنتجاهلها تماما. لا احنا عايزين من ابنائنا ان هم يستخدموا الاكسبريشنز ديت في اي محادثه عندهم، جميله جدا، حتى لو مع مامتك تتدرب فيها في البيت. طب نشوف بقى مع بعض كده اهوت. ايوه وات دو ذوز موجز هنا ايه ريبريزنت، بتمثل لنا ايه؟ عندنا الصوره الجميله ديت. وات دو يو ثينك it represents، دي بتمثل ايه؟ دي بتعبر لي عن ايه؟ and the second one the third one بتعبر لنا عن ايه يا شباب؟ يلا number one happy، two thinking بيفكر لنا، and then sad زي ما انت شايف الوش عامل ازاي، حزين. طب انا بقول happy thinking sad، طب وبعدين؟ وبعدين عندنا اكسبريشن بقى. هابي يبقى هاو اكسايتنج، ذاتس انترستنج، جميل. والواحد ايه يا له من امر مثير، يا له من امر شيق، بمعناها كده ده ايه الحاجه الجميله دي. عندنا هنا ثينكينج، ريلي حقا بالفعل. اد او دي و او نو اند وات ا بيتي، يا للحسرة، يا للأسف، يا للخسارة، كلها معاني وأساليب بتأدي نفس الإيه الغرض. يبقى إحنا عندنا هنا الإيه؟ الهابي ثينكينج ساد والإكسبريشنز بتاعتها. When you are happy هتستخدم أي إكسبريشنز؟ أها. When you are thinking when you are sad أدي الإيه؟ أو بلاش ديت، الموقف اللي بيتحكي لك أنت فيه بتبقى فيه فرحان، موقف فيه مندهش شويه او متعجب شويه او حاجه زي كده ممكن تستخدم كده اهوت ريلي. موقف فيه حزن وفيه صدمه ليك انك انت حزنت، ممكن تستخدم الاكسبريشن زي نشوف مع بعض اهيت. I have tickets to see the new play، play هنا عن المسرحيه at the theater، قال له هنا اهوت. How exciting. There is a good film on TV this evening. Huh? Really? My favorite football team lost 5-0. Zero now. 5-0. فريق يخسر 5-0. بيفكرنا بمين ده؟ يلا. My favorite football team خسر 5 هنا اهوت. يبقى نقول هنا ايه؟ Oh no, what a pity. حاجة تحزن فعلا. واحد تاني يقول لك لا 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 ماي فيفورت فضل تيم 1 فاز بقى 5، يبقى يقول له هنا ايه؟ واو ده حاجة رائعة يعني. ها اكسبريشنز هنا اهوت، نشوف بقى هنا اهوت كومبليت باي يوزنج ذا بريفيوس اكسبريشنز. عندنا هنا جميلة جدا الدايلوج الجميلة بتوين حنان اند لينا، فبتقول لها I went to the beach last weekend. Really؟ والله يا شيخة. When we arrived it was very windy. هتقول لها هنا ايه؟ ها؟ هتقول لها هنا ايه؟ try to think try try try
هنا كلمة ديا، ها يبقى oh dear. We didn't want to swim in the sea. ما عمناش هنا في المية، خلاص ما الجو بقى رياح هنا خلاص. لا what a pity. جميل. Then the wind stopped and we went on a boat trip. الريح هدأت هنا، توقفت تماما، واحنا خدنا بقى مركب، ايه رحلة كده، ايه بالمركب هنا. هاو ايه، هاو اكسايتنج، هاو انترستنج، ها انت حر فيه. وي سو سكس بيج دولفينز، شافوا ستة ايه، ها دولفين. واو. Then my brother's phone fell in the water. Oh no. ها الموبايل بتاعه وقع في الميه. The phone was okay. Some new phones can go in water. وده حقيقه. That's a interesting. دي الاكسبريشنز اللي كانت ايه عندنا. اتمنى تكون واضحه ليكم، واتمنى ان احنا نقدر نستخدمها في الدايلوج حتى مع زمايلك، مع اهلك، مش شرط في محادثه في الامتحان او الكتاب. حاول تستخدم الاكسبريشنز دي في حياتك اليوميه. خلي اللغه جزء من حياتك اليوميه عشان تقدر تحفظها، وايش نقدر نحفظها؟ نقدر نستخدمها ونتقنها ونفهمها. وبكده اقدر اقول لكم سي يو ان شاء الله، اشوفكم الحصه الجايه، واتمنى ان الليزون بتاعنا كان خفيف وما فيهوش مشاكل وكان بسيط كده، وقدرنا ان احنا نستوعبه كلنا. So till next time, see you شباب، السلام عليكم.